مساء الصحة والجمال على كل مشاهدينا، معاكم سلمى سليم في برنامجكم هي الحكاية ايه. في بداية الحلقة أحب أن أسرة برنامج هي الحكاية ايه بتنعي أسرة اليوتيوبر مصطفى الحفناوي وللفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوين، واللهم أرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. بصراحة احنا بنختار موضوع حلقتنا الفترة اللي فاتت لقينا أن على الفيسبوك كلام كتير قوي عن الحسد وعن العين وعن ان ممكن حد بينزل صوره تاني يوم يحصل له كارثه، او حد سافر سفريه حلوه يلاقي نفسه تاني يوم عربيته باظت، حصل له اي حاجه فيه او في الاسره. فحبينا ان احنا نلم كل الحاجات الكتير اللي انا بصراحه قعدت قريتها وعملنا سيرش عليها كتير، نجمعهم في حلقه ونختصر ايه هو الحسد وايه هو العين، وان احنا ازاي نحمي نفسنا من الحسد ومن العين، خصوصا ان في ناس مش مقتنعه تماما بفكره الحسد رغم انه مذكور في القران، وناس بتشوف انه عادي ما انزل صوري على الفيس ما الاجانب بينزلوا ما المشاهير بينزلوا، اشمعنى دول ما بيتحسدوش واحنا بنتحس. حبينا بصراحه نناقش القصه دي وحسيت قد ايه هي مهمه خصوصا الفتره دي. معانا النهارده فضيله الشيخ سيد المهدي المعالج بالقران والرقيه الشرعيه والحجامه، هيناقش معانا الحسد والعين في حلقتنا. برحب بحضرتك يا دكتور. مرحبا بحضرتك. فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، دلوقتي في ناس كتير قوي عندها يعني عدم وعي بالحسد وبالعين وعدم ايمان كمان رغم ان هو مذكور في القران. انا عايزه افرق الاول بين الحسد والعين. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين وفي الاخرين في الملأ الأعلى الى يوم الدين. ببساطة جدا، العين والحسد، هناك فرق بين العين والحسد. العين هو إنسان ينظر لك نظرة حسد، لكن ما يكونش في نيته أن تذهب النعمة أو تزول النعمة اللي في إيدك. يعني إنسان ببساطة جدا هو مش حساد، ولكن نظر لك نظرة وما ذكرش اسم الله عليها، دي اسمها النظر أو العين. ما ذكرش اسم الله وما شاء الله، ما قالش ما شاء الله، ما قالش تبارك الله كده. طيب الحسد، إنسان هو أصلا في داخله حسد، في داخله حقد اتجاهك، ما بيحبش يكون أنت في إيدك نعمة، ما بيحبش يكون أنت أحسن منه، فيتمنى أمانه. أول ما يشوفك ينظر لك النظر فتدخل سهم حسده إلى جسدك فتحط فيك الأماني. النظرة شيء والحسد شيء. طيب ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آيات كثيرة جدا عن عين الحسد، كقول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا يزلكونك بأبصارهم، كقول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس. أبسط الصور اللي كلنا عارفينها ببساطة جدا سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في أحاديث كثيرة جدا عن الحسد، وفي حديث في الصحيح تكلم عنه الحالقة، قالوا ليس الحالقة حلقة الشعر بل إن الحلقة تذهب النعمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحسد أحدكم أخاه هل إذا رأوا في نعمة قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي حديث آخر المسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه. إذن العين تقتل، العين تقتل. ايوه. طب انا عندي سؤال، يعني انا دلوقتي انهي اخطر، ان انا ابص لك الله الـ 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 العربيه دي حلوه ولا ان انا ابقى من جوايا عايزه العربيه دي ما تبقاش عندك، انهي اخطر في التاثير؟ لا، الداخلي. الداخلي. الداخلي ده بيكون مرض؟ طبعا، واحنا من اصعب الامراض التي يتعرض ليها الانسان هي امراض القلب. انسان هو مريض القلب، هو لا يتمنى الخير للاخرين، رغم ممكن يكون انسان اصلا موسع عليه، يعني ربنا يكون موسع عليه منعم عليه بنعم كتير جدا، لكن هو لا يتمنى النعمه لغيره. ولما شخص النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحسد قاذا، قال تمني زوال النعمه من اخيه، يعني لا مش عايز النعمه تروح له اصلا، ولو راحت له تزول. وفي انسان تاني هو لا عايز النعمه تروح له هو ولا تذهب لاحد. هو يعني اللي هو في شخص بيقول لا انا يعني دي اتجوزت ده، لا ده انا كنت اولى ان انا اتجوز ده، كان اولى ان انا اتجوز ده، اللي هو الحسد. ده الحسد. تمام تمام. النظره زي ما قلنا ان انسان هو اصلا بطبيعته مش حساد، بيتمنى خير الاخرين وانسان طيب في نفسه، لكن هو شاف في ايدك نعمه احجب فنسي يقول ما شاء الله تبارك الله. كمان العين تقتل. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل مر على واحد وهو يتوضا، وكان الراجل ده بشر جلده بيضاء، فقال له يا ببساطة جدا كده ببساطة الحديث، قال له انت بشرة لون جد كده عاملة زي المرأة البكر لم ترى الشمس. هو خد الكلمة سرع وقع
وقع الأرض على طول. فالنبي قال مين اللي عدى؟ قالوا فلان. قال ايه طبي هاتوه. فجابوا الصحابي فلان دوت واغتسل لهذا الرجل فصب الماء على الرجل كان مسروع فقام كأن لم يكن فيه بأس، ما كانش كأنه ما فيش أي شيء وكأنه لم يصب شيء. إذا العين تقتل الإنسان والعين تصيب الإنسان بأمراض. طب في حاجة بقى عشان في ناس كتير، يعني أنا كنا بنعمل سيرش قوي جدا الفترة اللي فاتت، لأن إن في الكومنتات بتقول لحضرتك اللي ربنا كاتبه هيحصل. تمام. ما تقوليليش إن أنا هتحسد، إن أنا لما نزل السور أنا لو ربنا مش كاتب لي إن الحاجة دي تحصل مش هتحصل، فهنا الحسد بيسبق القدر صحيح ولا لأ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك شيء سابق القدر لكانت العين. لكانت يعني العين ممكن تغير القدر. أوكي. ليه؟ لو احنا خدنا بالمفهوم دوت هو كله في كون لسه حاطه بقدر الله. تمام؟ ولكن هي اسباب. خلاص ما انا ممكن اقف قدام سكه حديد واقول لو ربنا قدر لي القطر يموتني هموت. حقيقي. وده غير صحيح. طيب يبقى العين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها لو أن هناك شيء سابق القدر لكانت العين. ونحن بنعاني في مجتمعاتنا ومجتمعنا دوت أكتر شيء نعاني منه هو العين والحسد. أنا عندي سؤال بقى وفعلا أنا نفسي أسأله، اشمعنى برضو يعني الأجانب ما بيتحسدوش، يعني أو ما عندهمش يعني الفهم ده ان في حسد وان انا نزل فتحسد فخاف من الحسد فاقرا قران؟ هما ليهم منهج طبعا، هما ليهم دنيتهم، ليه هما يعني ما عندهمش ده؟ وده مشهور قوي في مجتمعنا العربي وموجود. مين قال لحضرتك ان الاجانب لا يحسدون؟ يحسدون يحسدون وعلى ديانتهم اليهوديه والنصرانيه او المسيحيه بيكون عادي بيروحوا للمسؤول الديني عندهم سليم، وزي ما احنا بنسميه عندنا بيرقيه. تمام؟ بل بالعكس احنا عندنا في مجتمعنا العربي لم يتكلم عن الحسد ولم يهتم بالحسد والجن والشياطين مثل ما اهتم الغرب. يعني كتير جدا تلاقي افلام الرعب بتتكلم عن العالم الاخر. هما بيتكلموا عن الجن وعلى فريق، يعني هما ليهم عالم تاني، بس انا بتكلم عن الحسد. والحسد موجود عندهم. انا كان في تواصل معي حاله من بريطانيا وكان اخ مسلم وكان اصيب بحسد قوي جدا سليم، وبفضل يعني توصلت لغايه ما ازيل عنه هذا الحدث الحسد وقدرت ان انا ان شاء الله نرقيه عن طريق الجوال. انا بس معانا فضيله الشيخ من سوهاج قبل الاتصال. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازي اخبارك؟ الحمد لله. ممكن اتعرف باسم حضرتك؟ اسمي محمد. عايز اتكلم فضيله الشيخ. اتفضل يا استاذ محمد، فضيله الشيخ معاك. ماشي. اتفضل يا استاذ محمد. انا عاوز اقول له كلمه، بس انا الحمد لله ربنا ما اداني خلف. انا ممكن بس التلفزيون يا استاذ محمد، الصوت يعني تطفي التلفزيون او الصوت يوطى. برجع ثاني، في حد جاي علي يا عم الشيخ، انا في ناس جاي علي انا، وانا عاوش يعني عاوش يزيد مشاكل ولا اي حاجه يعني، فمختصر حالي. في حد داعي على حضرتك؟ يعني في اقرب الناس اللي هي جايه علي، يعني جايه علي بالشر. جاي عليك. طب حضرتك عندك سؤال محدد للشيخ؟ احس يعني يعني فضلت عم الشيخ، انا حتى انا من معاشر يعني حتى المدام، وتلقى المدام جايه علي بالشر. ايوه يعني حد عمل له السحر؟ حد عمل له السحر؟ عمل. طب يعني. تمام، انت حد عمل لك عمل او سحر وعايز، طب انت عرفت ازاي ان انت معمول لك حاجه زي كده؟ انا بفعله يعني، هو ممكن هو بالعلم بتاعي يعني يعرف اي حاجه يعني. بشكر حضرتك يا استاذ محمد، فضيله الشيخ في حاله زي كده. احنا فكره احنا فقره بتاعتنا من الحلقه الثانيه هتبقى عن السحر، بس انت سبقت الاحداث. خلاص تمام. ممكن نخليها في خليها هنقول كل علاج السحر في كل فقره لوحدها. معانا اتصال ثاني، استاذ عادل من اسيوط. الو. الو ايوه لو سمحت كنت عايز اسال سؤال يعني. بالنسبة لكثرة التساؤب، بتوب كثير، بو بصوت عالي بنص ساعة وبساعة زمن مع عيني بتدمع شوية، مع العلم يعني مواظب على الصلاة وأذكار الصباح والمساء، ومع ذلك برضو العين بيصيب والأعمال والحسد والسحر. وفي ناس ثاني مع أهل المعاصي والذنوب لا بيصابوا بعين ولا بحسد ولا بسحر ولا بيتحسنوا لأي حاجة، وكل أمورهم يعني بتتأثر فيهم الحاجات دي خالص. وبرضه كان واحد قرأ القرآن واسمه مواظب على أذكار الصباح والمساء،
قاعد 5 6 شهور صوت وقافل بسبب الحسد. واحد تاني من اصحاب الذنوب والمعاصي وكان يعني بيشرب ويعمل ويسكر وكلام زي كده. انت قصدي حضرتك يا استاذ محمد يا استاذ عادل اسف، قصدي حضرتك ان في ناس بتصلي وبتعمل كل حاجه وبيصيبها حسد وبيتعمل لها سحر تمام، وناس تانية ما بتعملش اي حاجه وما بيحصلهاش حاجه. تمام، شكرا جدا يا استاذ عادل. هو السؤال انا كنت هساله يقول حضرتك في اجسام بتتقبل الحسد او السحر عكس اجسام تانية، في حين ان ممكن الجسم ده يكون بيصلي وبيقرا قران وبيعمل كل حاجه. تمام، هنا هنوضح في الاصابه لقسمين. القسم الاولاني هو الاستاذ بيقول يعني انا بصلي وبصوم بقول اذكاري وبتحسد، واحد لا بيصلي ولا بيصوم ومن اهل المعاصي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علي وعلى كل وما بيحصلش حاجه. لا، اول شيء يعني انت لانك اتوجعت بالنظره والحسد فانت حسيت بنفسك، لكن الاخرين كل واحد برضك مبتلى، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم نؤمن ان العين والحسد هو ابتلاء من الله سبحانه زي السحر، فالله سبحانه وتعالى لما يبتلي عبده المؤمن فيكون مكفر لسيئاته، ده الامر الاول. طيب يا شيخ، طب انا ازاي بتحسد وانا بقول اذكاري بالظبط وبصوم وبصلي ولي ورد من القران؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الم يحسد؟ الم يسحر؟ فعل وحدث صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا انه ابتلاء للعبد المؤمن، فابشر انت حينما تحسد سليم هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طيب هل يا ترى صلاتي وصيامي واذكاري وذكري لله سبحانه وقراني هل ده يرفع عني الاذى بتاع الحسد؟ اه، لو ان حضرتك انت مش مطيع، لو ان حضرتك مش مطيع الحسد هيكون عندك 100%، يعني يرفع ويخفف في نفس الوقت. تمام. يعني مثلا في حسد اللي هو زي احنا بنقول الانسان المطيع دوت، فمع الاذكار مع الاجتهاد يزول عنه. تمام. خلاص، لكن انسان تاني هو يا دوب بيصلي فريضه فقط، فده تصاب بالحسد اقوى من اللي هو متزن. حسب قوه الايمان بتقوي الجسم، حسب قوه الايمان بتقوي الجسم. اوكي، احنا معانا استاذ عبد الحميد من القليوبيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الحميد، ازي حضرتك؟ الله يسلمك، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. حضرتك عندك سؤال؟ ايوه ان شاء الله. اتفضل. يعني انا كشاب عايز اعرف ازاي ان انا اعالج نفسي من الحسد بنفسي، يعني انا وهل في ايات محدده؟ يعني مثلا في ايات من القران محدده ان انا اعالج بها نفسي من غير ما اروح لراقي شرعي او من غير يعني عشان بيطلع زي ما حضرتك عارفه والشيخ عارف. تمام. يبقى الموضوع دوت فيه يعني كلام كتير. ده حالا احنا هنوضحه في الحلقه. شكرا. استاذ عبد الحميد، معانا احمد من اسكندريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. حضرتك ممكن بس اسال فضيله الشيخ سؤال؟ اتفضل يا شيخ مع حضرتك. اتفضل. كنت بس هتكلم عن موضوع الحسد والعين والكلام دوت. كنت انا لسه شاب يعني عندي 21 سنه، بس طبعا مرض كل شويه، ما اطلع من مرض اخش في مرض وهكذا بقالي اكثر من سنه. فانا مش عارف هل ده حسد او عين واعالجه ازاي لو كده، فانا مش عارف اعمل ايه. بس انت في تفسير من الدكاتره عضوي ليك يا استاذ احمد؟ يعني في تفسير؟ انا رحت للدكاتره كتير وما بسيبش الدكاتره، بس على طول اطلع من مرض اخش في مرض تاني وهكذا وعملت عمليات، فهل ده حسد او عين ولا ايه؟ تمام. ولو كده اعالجه ازاي؟ تمام، بشكرك يا استاذ احمد. ونرجع لفضيله الشيخ. اول سؤال بتاع استاذ عبد الحميد بيقول لك انا يعني اوقي نفسي من الحسد ازاي؟ انا اعمل ايه لو انا محسود؟ انا بس كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه الاول قبل ما تجاوب برده على سؤاله، انا اعرف ازاي ان انا محسود؟ تمام. لان كذا حد يعني انا مثلا هو بيتوقع او ممكن حد بيزن. يكون بيتوهم. اه، انا الاول اعرف ازاي ان انا محسود واعالج ده ازاي؟ طيب، اول شيء من علامات الحسد هو التثاؤب والدموع. كتير من الناس يقول ان انا لما بقرا القران بلاقي نفسي اتثائب، عايز انام، عندي دموع كتير جدا. طيب دي علامه اكيده جدا من علامات العين والحسد، الدموع والتثاؤب. تمام، خلاص. طيب كمان من علامات العين والحسد ان تحس بحراره وعرق في الجبين، حراره في الوجه وعرق في الجبين. ده طول الوقت؟ لا، ولا لما تيجي لما ساعه قراءه القران او سماع اي رقيه. طب ولو انا عايز اعرف في الوقت العادي؟ في الوقت العادي ألف في احنا عندنا اللي زي ما قلنا العارض الأول اللي هو الدموع والتثاؤب. تمام. آلام المفاصل هي علامة من علامات العين والحسد.
الام الام المفاصل هي علامه في ناس، احنا نص الشعب المصري عنده الام في المفاصل عشان ما فيش الناس تتوهم. اه لا احنا متفقين. انا ما رحتش، رحت للطبيب طبيب عظام تمام او غضروف، وقال لي انت اشعاعات وفحصات بتقول انت سليم، اللي انت كويس ولسه في وجع. عندي اي مرض لازم اروح لطبيب اهل اختصاص. تمام تمام كده. فاساله اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، بروح خلاص عملت فحصاتي وكل حاجه، قال لي انت طبيا ما عندكش حاجه. هنا ببتدي اشوف ايه المشكله اللي موجوده عندي. طب بعرض نفسي اولا، اول شيء الفاتحه واسمها الشافيه، اقرا الفاتحه عدد فردي معك من اول 3 مرات لغايه الى ما شاء الله، مع ايه الكرسي مع سوره الفلق. لقيت نفسي بدات اتسائب ويحصل دموع وسخونيه في الجسم كده، بدانا نشوف اول اعراض الحسد. طيب يا شيخ انا مش عارف يا ترى عندي حسد بس ولا اللي عندي ده حسد ومس او حسد وسحر؟ طب لو حسد ومس او حسد وسحر هشوف بعض الايات اللي هي مثلا ذكرت فيها النار، ذكرت فيها العذاب، وابدا اقراها مع نفس الايات اللي انا قلتها وبعد مع هذه السور. طيب. وجدت ان الالم بدا يزداد، يبقى مش عندي حسد بس لكن عندي حسد ومس او حسد وسحر. طيب لو حسد بس، في نوعين من الحسد، وصراحة في إنسان ممكن يستطيع أن هو بإذن الله يرقي نفسه ويعالج نفسه من العين والحسد، اللي هو الحسد البدائي البسيط زي ما قلنا اللي هي النظرة خفيفة. تمام. لكن لو حسد زي ما بيقولوا ابن نظرة. آه تمام. لكن إنسان تاني هو الحسد عنده متراكم، والحسد المتراكم ده أن في حد رصدك، يعني في حد بقى من السايبك كذا عين مرصودة حواليك. آه يعني مش سايبك أصلا، ورايح جاي عمال كل شيء رايح يديك عين ورجع يديك عين، نفس الموضوع متراكم. او متراكم. فده بيحتاج بقى هنا ان حد يعينه، حد يوجهه، حد يقول له اسمع الرقية الفلانيه، حد يرقيه. لكن العين والحسد في مجملها موضوع يحتاج ان الانسان يتقي شره. طب اتقي شره ازاي يا عم الشيخ؟ اول شيء بقى في واحد يقول لي شيخ، يعني بعض الاخوه كان يقول لي شيخ احنا عندنا في الشارع في واحد معروف ان عينه يعني صفر زي ما بيقولوا كده، لا هو هيجيبك الارض هيجيبك الارض. طب اعمل ايه؟ خلاص على طول انا راجع لشغلي وهعد عليه، او خارج من بيتي وهعد عليه، على طول اقرا الاخلاص والمعوذتين كده كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، وامسح على جسمي قبل ما اخرج من بيتي واعملها قبل ما انام. طيب وانا عارف شخص بعينه، اقول اللهم اصرف عني عين فلان واسميه في نفسي، اللهم اصرف عني عين فلان ونفسه. تيجي العين بقى تغش، انت قلت من يا رب؟ سالت من؟ الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم فاسالوا الله سبحانه وتعالى. فيا رب اصرف عني عين فلان ونفسه، فلما اقول هذا الدعاء يحجب بيني وبين عينه فلا تصيب عينه. طب لو الشخص ده انا ما اعرفوش اصلا، خلاص انا اشك، انا اشك ما عنديش يقين، خلاص قبل ما اخرج من بيتي اللهم اصرف عني العين والحسد. ده وانا نازله من البيت، يعني انا لسه بادئ يوم. لان اه لان للاسف لقله الايمان وقله وضعف النفوس ممكن مش شرط الجمال، مش ممكن مش شرط المال، مش ممكن يكون المنصب، ده ممكن بس انت اخلاقك هادي مبتسم، حياتك بسيطه جدا بس فيها هدوء تحسد. طب احنا معانا يا فضيله الشيخ ملك من سوهاج. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا ملك. لو سمحت يا عم الشيخ، انا على طول بحمل وبسقط، كل ما بحمل بسقط بحمل بسقط، ما فيش حاجه بتكمل معايا، ما بلحقش افرح. في الشهر بتسقطي في الشهر الثالث، في بدايه الثالث او اخر الثالث؟ انا بعرف نفسي حامل النهارده، ثاني يوم بلاقي نفسي بسقط. طيب دكاتره قالوا ليك في حاجه في الرحم؟ لا ما بتبقاش في حاجه، ما بتبقاش في سبب. واخر مره حملت كان الحمل خارج الرحم وشالوا لي الانبوبه، وقالوا لي احملت تاني ممكن يشيلوا الرحم. طب انت تابعتي مع كذا دكتور يا ملك بعد اذنك؟ تابعت مع كذا دكتور، وما كل ما بروح عند دكتور بيقول لي ما فيش اي حاجه وكويسه وسليمه وما فيش اي حاجه. لا اقصد ان في دكتور قال لك انك تشيلي الرحم، انت تابعتي مع دكاتره تانيين؟ يعني الدكاتره اجمعوا على ده ولا ايه؟ لا هو انا كنت متابعه مع دكتوره واحده بس. تمام، احنا مبدئيا هنقول لك تحصني نفسك ازاي يا ملك، وباذن الله ربنا يكرمك، بس يعني نرجوك انك تتابعي مع كذا دكتور في المجال الحمل، لان ممكن الموضوع يكون طبي بحت، يعني مش بشرط انه يكون حسد او عمل او سحر، بس هنقول لك برده توكي نفسك ازاي.
اتفضل يا فضيلة الشيخ. طيب هو دوت يتعلق بالجزء الثاني، بالجزء الثاني من الحلقة، هتابعينا يا ملك عشان الجزء الثاني. هنرد عليك ان شاء الله تعالى باذن الله. تمام. دلوقتي يا فضيلة الشيخ انا عايزة امنع نفسي ان انا احسد، تمام؟ لان في ناس غصب عنهم بيحسدوا ولادهم، وده كتير جدا. يعني انا بشوف بنتي في شكل هيئة كويسة، في لبس حلو، فالبنت بتتعب وببقى انا السبب في ده. ده هنا الحقيقة انت طرحت سؤال كويس جدا، والموقف حصل بالفعل من قريب. في كنت في زيارة والموقف ده حصل، كان في ام وشافت بنتها ما شاء الله لقوت بالله، يعني ما شاء الله ايمن بواجبات البيت وكده، ورغم سنها الصغير، وبالتو اللحظة البنت اصابت صداع وحمى شديد جدا. فقلت الام صداع والحمى من علامات الحسد؟ عشان بس حضرتك صداع السخونية. ايوه تمام. اوكي تمام. صداع وحمى مفاجئ بدون اي مقدمات، كانت البنت عادي ماشي كويس. قلت لها قومي الان توضئي لبنتك وصبي الماء على راسها على دماغها. قامت طبعا حسد بنتي، ما انت مش شرط تحسدي. ما احنا لما نتكلم بقى الحسد في كذا نوع من الحسد، عين معجبه، عين راصده، عين ممرضه، انواع كتير. هي سقطت في العين المعجبه، هي اعجبت ببنتها، مش عارف شايفه بنتها سنها صغير، قامت بواجبات البيت والكلام ده كله. فالمهم فقلت لها قومي توضئي لبنتك وصبي الماء على دماغها. صبت الماء على دماغ البنت، الحراره نزلت خالص، صداع راح، البنت فاقت. خلاص ده بقى بسبب بسبب ان هي اعجبت او حست بنتها. طب انا لما اشوف احس ان انا في نفسي شيء وان انا هحسد فلان او اعجبت بشيء، اقول ما شاء الله تبارك الله، على طول اذكر الله سبحانه. هذه تمنع العين، تمنع عين تخرج مني اليه، لان انا في اصلي مش حساد. في فرق بين انسان هو اصلا حساد، هو لا يذكر اسم الله. وخد بالك دايما نصيحه، لما تقعد مع حد وتلاقي في نعمه على طول وهو مش عايز يذكر اسم ربنا في النعمه اللي موجوده معاك دي، على طول قول له، قول ما شاء الله. ما تتكسفوش يا جماعه، ما تتكسفش، اصل انت اللي هتغرم بعد كده، انت هتتعب. يعني اللهم بارك، قولوا ما شاء الله، ما فيهاش كسوف. طب فضيله الشيخ انا عايزه بس حاجه، في ناس عندهم عدم وعي بان ربنا مقسم الارزاق متساويه، وانه زي ما مديني نعمه باخد قدامها نعمه، وانه زي ما مديك نعمه مديني غيرها نعمه. انا احب اوضح ده. طيب توضيح بسيط جدا، في انسان ربنا بيعطيه مثلا نعمه المال ولو 60%، بس في نعمه الصحه 40%، فاخذ منه من نعمه الصحه واعطاه في نعمه المال. وكذلك في امور ثانيه كتير. لكن هنا نرجع بقى لموضوع الرضا، ان ترضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. كلما تكن راضيا عن الله وبما قسمه الله لك، الناس بتفهم موضوع الرضا فقط بس ان انا ارضى بالربنا يدوني، لا ترضى عن الله، يعني ربنا يديه لك يا رب انا راضي. فالانسان راضي ده حلو وحش انا راضي، خلاص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، في السراء حمد وشكر، وفي الضراء حمد وصبر. الانسان تلاقيه بسيط، عنده زي ما احنا بنقول كده ايه، الانسان ده متصالح مع نفسه، يعني حتى لما تحصل له مشكله الحمد لله يا رب انا تمام، الحمد لله يا رب ما هي جايه من عندك، فيا رب انا راضي، انا زي الفل. طيب وسع لي يا رب انا راضي، ما هو كله جاي من عند مين؟ عند ربنا. الله، وانت تحب من؟ الله سبحانه وتعالى. فما دام حبيبي راضي لي ذلك خلاص انا مبسوط. فالرضا اصله من اصول منع الانسان ان يحسد الاخرين. لا جميل. احنا معانا تليفون يا فضيله الشيخ ام حسين من بني سويف. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه ممكن اتكلم فضيله الشيخ لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. انا بس بتصل اشكر بس فضيله الشيخ على الافاده اللي بيفيدها الناس يعني، واتمنى ان هو ما يغيبش علينا تاني، وبتمنى له كل الشفاء ان شاء الله، وبشكره جدا. شكرا جدا يا ام حسام، وشكرك وصل. طيب احنا معانا ام عبد الله. الو. الو الو ام عبد الله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ام عبد الله؟ انا عايزه اكلم الشيخ، عندي. اتفضلي الشيخ معاكي، اتفضلي. اتفضلي ام عبد الله. انا عندي ابن، عندي ابني من ثالثه اعدادي، بصيت كان يعني طالع يطلع الاول وكل حاجه، وبصيت لقيته اتغير من بعد الاوائل، بدات ينزل للمستوى للثاني للثالث، ومعاه زي بعض يا شيخ اطول عليك، معاه مش عارفه حسد ولا عين. دلوقتي اديله بتاع جي 3 سي دي. هو مش بيكلمني ام عبد الله، بس انا عايزاكي بس توطي التلفزيون بعد اذنك او تطفيه عشان احنا نسمعك.
ايوه دي. اتفضلي كملي. بقول لك ابني دلوقتي 3 سنين مش طايقني في البيت، وهو على طول كل ما يقابلني يتعارك ويتخانق ومش وفي الثانويه اتدمر ومش عارفه اعمل معاه. نفسي اسمع كلمه يماه منه زي الاول، نفسي يسهريني زي ما كان بيسهريني. انا كنت عنده ام غاليه وانا مش عارفه اعمل معاه. وبعد ما دخل ثالثه ثانوي ورايح وجرح زي بعد ما كان من الاوائل، اتطور اني يوصل انه دخله مدرسه خاصه كليه خاصه، ولحد الان برضه انا مش عارفه عايزاه، ونفسي اسمع كلمه يما. انا مش عارفه حسد ده ولا عين ولا ايه. تمام. بالله عليك وترد عليا عشان اعرف انا مش هقول له كل عندي. طب انت ما حاولتيش تتكلمي معايا يا ام حسام او تقعدوا مع بعض تتكلموا؟ ماشي، اكتب التليفون يعني؟ لا انا اسفه، انا بقول لك حضرتك ما حاولتيش تتكلمي معاه؟ تتحاوري معاه؟ حاولت كتير والله حاولت كتير. وسواء اخليه قاعد واحبه على راسه واحب كده وكده وهو نايم وانا مش عارفه اعمل معاه. وكان ابني كنا زي الاخوات وكنا زي الصداقه واحسن من ما كانش، مش عارفه اللي حصل له. بس ما حصلش اي موقف هو سبب ده ما بينكم صح؟ لا والله لا. تمام، بشكرك جدا وفضلت الشيخ هيرد على حضرتك في حاله زي دي. طيب، هو اول في حاجتين محتاجين احنا زي ما حضرتك قلتي لازم يحصل بين الام وبين الاب، كمان بينهم وبين ابنائهم زي حوار تفاهم. تمام. وفي السن دوت احيانا احنا بنقول ان اي شاب او اي شباب بيحس انه كبر، فغالبا ما بيحتاجش او ما بيقبلش نصيحه من ابوه وامه، فاحنا بنحاول ان احنا ننصحه بطريقه مباشره. بنشوف حد من اقاربه، حد من اصحابه، حد من جيرانه، من الناس اهل الصلاح يتدخل في الموضوع وينصحه بطريقه مباشره، ينصحه. دي حاجه. الحاجه الثانيه قالت انه كان متفوق في الاعداديه، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بننبه ليها. يا جماعه لما ابنك ما شاء الله تبارك الله يجيب درجات كويسه، ما تصورش الشهاده وتنزلها على الفيس. هي ممكن ما تكونش عملت كده يعني. احنا من ضمن الاسباب. تمام. اللي من باب الذكر عشان ما ننساهاش، لان بعض الناس ما شاء الله انت الله اكبر عليك، انت عايز تفرح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. بس في ناس بقى بترد على المقولات دي وتقول لك وان بنعمه ربك في حد. صحيح، بس ما قالكش فصل. يعني واحد لما يقول لك اخبارك ايه؟ الحمد لله. الم احمد الله سبحانه؟ حمدت ربنا سليم. طيب، اقصد ان ابنها مثلا نجح او كان متفوق. تمام. فطبيعي هقول انا ابني نجح كويس جدا، ابني نجح، لكن ما جيبش بقى الدرجات واعلنها علانيه على مثلا ما فسرش. ما فسرش. تمام. بالموضوع دوت، طب هل انا اي شيء احكم ان في حسد او ابني محظوظ عشان كده ما بيكلمنيش؟ لا، من الواضح ان في مشكله، من الواضح ان في مشكله، ربما من طلب شيء او حب يعمل شيء وامه صدته او منعته من باب خبرتها، ان شافها ده غلط بالنسبه له وهو شاف ان ده صح. ففي السن ده ان في يعني تباعد افكار بينهم. فبنحتاج في الوقت يكون في تفاوض يعني يحصل حد ما بينهم يتكلم ويقرب المسافات شويه. تمام. فضيله الشيخ، انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا في خبر ان تم العثور على 246 عمل سحري في مقابر جزيرة شندويل في محافظة شتسوهاج. تمام. وتم إبطالها، وكان فيها من ضمنها أعمال سفلية على ملابس داخلية وجماجم حيوانات، وتم إبطالها. يعني إيه سحر؟ الجزء بقى اللي الناس كانت بتسأل فيه. السحر، طيب عشان ما ننساش، أول شيء السحر هو يفعل لتغيير الحال من حال إلى حال. يعني الأخت اللي اتصلت من شوية وقالت إن هي بتسقط كتير، تمام، وانا مش احكم على يعني عليها هي شخصيا، ولكن احكم على الامر عموما. في يسمى نوع من انواع السحر اسمه سحر ارحام، عشان ما ننساش السؤال هو بقى جاوبت عليها. سحر ارحام دوت بيعقد الرحم ويخلي ما يحصلش حمل، ولو حصل حمل كبير يقعد الشهر الاول والثاني والثالث بيحصل سقط. طب انا معلش انا اسفه هقطع حضرتك، احنا معانا بس اتصال ابو عمر من الجيزه. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا كابتن. الله يسلمك، اتفضل يا ابو عمر. ممكن اكلم الشيخ؟ طبعا، اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حضرتك يا شيخ انا محسود حسد جامد لدرجه ان انا ممكن اقعد اذكر ربنا وافضل اطلع النبي انادي اترغرغ بالدموع وافضل اتوب وبتحط في مطبات كتيره ومفيش حاجه عايزه تتحل معايا. يعني بتحط في ظروف كتيره ومفيش حاجه عايزه تتحل معايا. فحضرتك يعني قول لي اعمل ايه؟ جاوبني حتى مع حضرتك من على التليفون. طيب. استسمحك يعني. طيب.
هقول لحضرتك سريعا، نعم هقول لحضرتك سريعا، انا عايزك بعد كل صلاة من شر حاسد اذا حسد 33 مرة تواظب عليها، وقبل ما تنام سورة الفلق 7 مرات. ان شاء الله الامور كده هتظبط معاك باذن الله. هتسمح بس تدعي لي عم الشيخ بعد اذنك؟ حاضر حاضر. هتسمح تدعي لي على بعد اذنك؟ ان شاء الله. حاضر حاضر. بشكرك يا ابو عمر. دلوقتي يا فضيلة الشيخ انا كنت عايزه اسال سؤال، هو حضرتك قلت له 33 مرة، ليه ليه 33 مرة؟ يعني احنا بنقول ان في التسبيح بعد كل صلاة، وانا يعني هو طبعا ما فيش اثر على الكلام ده، فيش دليل على الكلام ده، ولكن من باب الاستحسان من السنن ان بعد كل صلاة احنا بنسبح 33 و33 و33 تمام. فنقول 33 هو عدد فردي، السبحة بتاعتنا 33 فهو بيكون امر يسير. اللي هو على عدد السبحه فقط، على عدد السبحه فيكون لا لا لا، هو على عدد السبحه انه يكون يسير للناس ان هو يقول 33 على طريق السبحه او المسبحه بتاعته البسيطه اللي يقدر يسبح بعد كل صلاه. تمام، نرجع للسحر. ايه هو بقى السحر؟ السحر طبعا الله سبحانه وتعالى تكلم عن السحر في القران، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن السحر. السحر هو تغيير الحال من حال الى حال. زي انا شايف حضرتك، وبعدين السحر انواع، انا شايف حضرتك شغلك كله بذهنك بتفكيرك، فانا عايز يحصل عندك تشتت، يحصل خلل في التفكير، فيروح للساحر يقول له انا عايز اعمل سحر لفلانه سليم. طب عايز سحر ايه؟ عايز سحر اسمه سحر الذهن، تشتيت الذهن. خلاص، لا لحظه، يعني هو السحر ده اقسام؟ زي ما حضرتك ذكرتي سحر سفلي. ماشي، السحر السفلي انا بتكلم على السحر التشتيت الذهن. اقسام في سحر المرض. يعني مثلا انا عايز فلان دوت بشغله عايز يعطل شغله، شغله بيه برجله بيسعى كتير برجله، فعايزه يصاب بمرض في قدمه ما يقدرش يرفع رجله. لا اله الا الله. هقول لحضرتك موقف، راجل بسيط جدا في قريه من القرى البسيطه بتاعتنا من اهلنا الطيبين، اتصل بيه في مرات اهله، وقعد في البيت حوالي 40 يوم ما يقدرش يقوم على السرير. طبيا يقول هو لا عنده جلطه ولا عنده اي مشكله طبيه. تمام؟ اتصل بيا، عرفت الاعراض، هو كل القصه انه ما شاء الله ربنا وسع عليه واشترحت ارض زراعيه جديده، فراح جاي وهو رايح الارض الزراعيه عدى بس اول شجره على حدود الارض الزراعيه بتاعته. بالتالي اللي حصل ان هو حس بعدم توازن وتنميل واغمى عليه، قعد في العنايه المركزه 3 ايام 3 ايام مغمى عليه، فاق. طب حاسس باي حاجه؟ مش حاسس بالشق الايسر كله، جنبه الشمال ده كله مش حاسس بيه. طبيا تقول ما عندكش حاجه، بدانا نتجه الى الرقيه الشرعيه نرقيه، فبدا يشعر بتنميل من اعلى الراس حتى الكتف حتى القدمين. بفضل بدات معاه القراءه من الساعه 10 صباحا، الظهر اذن كان قام مشي معايا. دوت بيعد نوع من انواع السحر المرض المرشوش، هو عدى على السحر واصيب بالسحر في نفس الوقت، وبعد كده تحقق امنيه السحر في جسده فأقعده. طيب احنا معانا يا فضيلة الشيخ صفا من دمياط. الو 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 صفا، هو بس ممكن تعلي صوتك شوية صفا بعد اذنك؟ ايوه سامعاني كده؟ كده تمام، اتفضلي يا صفا. ايوه بقول لحضرتك انا هسأل الشيخ سؤال وضع المسلمين دعاء بالشفاء. هسأل على يعني أنا لما أجي أطيع ربنا وأقرأ قرآن أو أذكر ربنا أو أعمل حاجة من دي، بقعد أقول ده أنا عملت كتير قوي مع نفسي كده، أجي تاني يوم ما أعملش اللي أنا عملته أول يوم، فممكن الإنسان يحسد نفسه؟ شكرا جدا يا صفا، ده اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، إن أنا ممكن أحسد بنتي أو أحسد نفسي. في مثل ودايما في بعض الامثال كده بتكون مطبقه للواقع، بين ما يحسد المال الا اصحابه الا اصحابه، ده حقيقه. انت حضرتك ممكن تصيب نفسك بعين معجبه، ما شاء الله انا شايف نفسي ما شاء الله بك، ربنا من عليه في سياره جميله، اتفرج على نفسي فانت تحسد نفسك. تمام، احنا معانا اتصال يا فضيله الشيخ ام ندى من البحيره. الو الو. طيب هو اكيد في مشكله في الاتصال تقريبا قطع. طيب انا دلوقتي انا عايز اعرف، يعني برضو في ناس عندها ان السحر ده تخاريف،
يعني ايه انا عدي من على ميه فاتسحر؟ طيب يعني من الناحيه اللي هو الطبيعه والحاجه الملموسه لا يقول لك ده لا يعقل حاجه مش عقل. فانا يترد عليهم بايه؟ طيب اول شيء في امور غيبيه، في امور غيبيه احنا ذكرت في القران لازم نسلم ليها، لكن احيانا العقل بيقف قدام الحاجات ديت. ابسط شيء حضرتك في العالم الاخر عالم الجن والشياطين، الميه هي العله عندك مش في الميه اللي انت عديت عليها، العله ان في الميه دي عليها خادم ومتاخد اسم حضرتك، ان فلان ده اول ما يعدي على الميه دي حضرتك تخش الجسم، الجن يخش الجسم على طول، خادم السحر. يعني هو السحر انا بسخر الجن هو اللي بيدخل الجسم، يدخل الجسم وياخذ اوامر من الساحر، افعل كذا فلان ولا تفعل كذا. طيب لينا سؤال مهم بس، معانا مكالمه علاء من الغربيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ علاء. بالنسبه شيخ بس سؤال لحضرتك اتفضل. مهم يعني الناس اللي هي بتعمل السحر ديت، هل احنا دلوقتي عقوبتهم في الدنيا ايه ومفروض عقوبتهم في الاخره، واحنا بنشجعهم ازاي؟ يعني فعلا بتروح لهم بيبقوا فاكرين ان هم اللي هيقدروا يعالجوا العيال، يقدروا يعالجوا الحالات، فاحنا ما نعرفش نفرق بين الشيخ والعراف او الراجل اللي دجال. ففعلا بتروح واحد بيقول له انا رحت عند فلان بيعالجني، وما نعرفش هو ساحر ولا بيبقى دجال ولا شيخ، نقارن بينهم ازاي الثلاثه؟ تمام انا بشكر حضرتك. اه اتفضل. انا اسفه اتفضل. بالنسبه في بلد بتقول ان احنا ما بيجي لنا عرسان وما بيحصلناش نصيب، فاهاليهم برضه بيبقوا مستعجلين عليهم، او مثلا بيقول لك ما فيش نصيب نروح لزي حد، فديت برضه قانون ان الواحد يعملها، او الدين من الناحيه الدينيه برضه المفروض يتعمل الحاجات ديت، يسال على الحاله ديت ويشوف ايه ولا حاجه ولا صح ولا لا. تمام. في سحر بيتعمل لعنوسه البنات او عدم جوازهم او حاجات من دي ولا مش موجود؟ تمام انا بشكر حضرتك جدا. الشيخ هيرد على حضرتك. هو يعني هي ما شاء الله الاسئله الجايه سابقة. انا عايزه اقول لك ان في مكالمات كتير جدا، انا بيكلموني من الكنترول المكالمات كتير يعني انا. اتفضل. طيب بالنسبه لموضوع السحر او انسان اللي هو بيعمل السحر ده عقوبته، اولا اللي بيفعل السحر دوت هو كفر بما بالقران وبالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان هو استعان بغير الله سبحانه وتعالى وافسد في الارض. يعني الانسان السحر دوت هو مات قلبه وليس عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى، ده اول شيء. طيب هل انا لما ابتلى بالسحر وعرفت ان انا عندي سحر اروح لمين اول شيء؟ ده السؤال اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيه بره. وخلينا يعني حته يعني خليه في اخر الحلقه عشان تمام. الناس بتفهمنا غلط او بتفهم احنا طالعين نتكلم في سحر او في شعوذه. فالناس بتفهمنا غلط. انا بس معايا ولاء، وبعد اذنك استاذ احمد يا ريت تكون نستنى شويه على الاتصالات. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه ولاء. ايوه لو سمحت انا عايزه اقول للشيخ ان انا كنت من فتره معمول لي سحر، وبعد كده في الشغل جات لي ففكت لي السحر، وبعد كده تعبت تاني بيغمى عليا، بلاقي نفسي مش عارفه اخد نفسي، في حاجه في زوري على طول عايزه اتأمأم كده، فاستخرت الله عشان انا مش عارفه رحت للدكاتره كلها، فاستخرت الله عملت استخاره، فحلمت ان في حته كده في بيت قديم زي عليها عنكبوت وفيه زي حاجه سمراء كده زي الحجاب محطوطه، وانا بحاول اشدها بعصا فخايفه من العنكبوت يقرصني، فانا مش عارفه هو ده سحر ولا اعمل ايه؟ طب لو هو سحر اعمل ايه؟ لان انا رحت شيوخ كتير جات لي وبرضه رجع لي تاني. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذه. انا بس ثواني انا هستاذن الكنترول، استنوا شويه على المكالمات لان احنا يعني استنوا شويه بس يعني. فضلت الشيخ اتفضل. طيب سريعا بسرعه جدا، السحر انواع زي ما قلنا، في سحر مرشوش، في سحر مأكول، في سحر مشروب، في سحر مدفون، في سحر سفلي، في سحر مقابر. السحر أنواع وتنوعت أنواع أكتر وأكتر من كده. تمام. بالنسبة للأخت اللي بتتكلم على المكان اللي شافت فيه الرؤية ديت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بالسحر استفتى رب سبحانه وتعالى، ودي أنا بهديها لأي أحد على الهواء مباشرة. لما تحس إن حضرتك
مبتلى بسحر وكل همك عايز يعني تلمي الناس يقول لك شيخ طب انا عاوز اعرف مين اللي سحرني، مش عشان اذيه عشان اتجنبه، ويدور على حد يكون معاه جن او ساحر عشان يقول له فلان. طب يا اخي اولا اللي معاه جن والساحر دوت بيضحك على عقلك وياخد يسرق من حضرتك انت المعلومه من ذهنك من الشخص اللي انت بتشك فيه يقول لك فلان فيصدق المعلومه اللي عندك. لا، النبي قال استفتوا ربكم، كان يستفتي ربه لما فرج عنهم السحر قال استفتيت ربي فافتاني. حضرتك تصلي ركعتين وفي سجودك هتقول اللهم إني أستفتيك في أمري فأفتيني برؤية حق. هتجي لك رؤية مش محتاج حد يقولها لك، هتبين لك أنا حضرتك سحر ومين اللي سحرك، ودي بقى بتبقى من عند الله سبحانه وتعالى. في ناس كتير قوي بيختلط بيهم الأمر وبيكون في خلل ما بين السحر والوهم. ودي حقيقة. يعني في ناس بتفكر نفسها أنها مسحورة وممكن هو وهم. وممكن يكون هو تعرض لمشكلة. تمام؟ وأدت لي لشيء من الاكتئاب. او المرض النفسي وبيهرب من المشكله ان هو عنده سحر او مس. ودي جات لي بعض الحاجات زي كده، يعني مثلا بنت كانت مثلا بتحب ابن عمها وابوها رافض ان ابن عمها ده يتقدم لها وتقدم له واحد تاني، فهيأت لنفسها وعاشت الإيحاء ان هي عندها سحر. يعني احيانا يا جماعه بيكون مرض نفسي عشان بس قبل ما تحكموا او ان حد يقول لكم ده سحر او ده عمل، احيانا بيكون مرض نفسي. صحيح، صح كده. تمام. وفي نقطه كمان، الله سبحانه قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. طب يا عم الشيخ انا اعرف ازاي ان انا عندي سحر او عندي مس؟ اعرف ازاي؟ انا عايز اعرف بس هو ايه الفرق الاول بين المس والسحر. انا قلت لي ان السحر الجن هو بيدخل في الجسم ايه الفرق بينه وبين المس؟ المس هناك في مس اللي احنا بنسميه لبس، اللي المس الكلي، فلان مجرد يسمع القران يسرع ويغمى عليه. ساعتها بيكون الجن عامل له ايه؟ بيكون حاضر على الجسد. حاضر على الجسد. تمام؟ ده المس. ده المس. في مس جزئي اللي هو فلان ده يكون ممسوس مثلا في ذراعه، في دراع يمين، في دراعه الشمال، في رجله، اول ما يسمع القران او رقيه يلاقي تنميل في جزء معين في جسمه. تمام. ده المس الجزئي. اما السحر، السحر بيتوكل بمكان معين انت موكل بيك السحر، يعني يكون في رجلك هيكون في رجلك بس. لذلك لما حد يجي يقول لي يا شيخ انا رحت لحد وقال لي انت عندك سحر، واول ما اسمع القران او الرقيه اسرع، اقول له انت مش مسحور. المسحور ما بيسرعش، ما بيغماش عليه اصلا. دي قاعده عشان ما حدش يضحك عليك. طيب انا عايز اعرف علاجه ايه. طيب علاج السحر، اولا لازم نشخص السحر، ايه نوع السحر اللي عند حضرتك، ودوت لازم ترجع لراقي بالقران الكريم، لراقي بالقران الكريم. ده هنفصلها في الاخر في الحلقه. خلاص. لكن حضرتك انت عندك مشكله في مس او سحر، اتجه لراقي. انا عرفت ازاي ان عندي مس او سحر؟ بسمع الرقيه لقيت عندي تنميل في مكان معين، اذا في عندي مشكله في مس او سحر، هبدا اتجه فيها الى الراقي. تمام. السحر وانواع السحر زي ما قلنا حضرتك عشان ما انتهش منا، ان السحر اولا انواع، زي الاستاذه اللي اتصلت من شويه قالت ان هي شافت كان في سحر في مكان معين، ده اسمه السحر المدفون. والسحر المدفون مش شرط يكون في مقابر، سحر المقابر حاجه والسحر المدفون حاجه تانية. تمام. السحر المدفون ده، طب ان صدقت الرؤيه هتروح حضرتك المكان اللي انت شفت فيه الرؤيه دوت وهتطلعي منه السحر. طيب ممكن يكون السحر ده اصلا معون في عالم الجن، وده قسم تاني، قصة تانية أصلا. ده عايز تانية. كم حلقة عشان، لأن في سحر الناس بتظن إن السحر بس في عالم إنس بس، لا، ده السحرة تطوروا بتطور العصر الحديث زي ما بنقول، بيوكل ساحر من سحرة الجن ويعطيه الاسم، يعطي الساحر الجن ده اسمه فلان، والجن يعمل السحر في عالمه عشان ما يكتشفش سحر الإنسان دوت. فإذا الإنسان يرى رؤية زي الأخت اللي شافت الرؤية دي، إن شاف الركن الفلاني في الزاوية الفلانية في البيت القديم بتاعها مثلا، إن في السحر الفلاني دوت، هو تروح تدور ما في السحر. طب السحر ده في عالم الجن. طب أنا علاجه إن أنا أروح لراقي الراقي. طيب عندي بقى حاجة، إن دلوقتي الناس أول ممكن أتوهم، ممكن يكون عندي حاجة فأروح لشيخ أو حد يقول لي على شيخ فأروح له، فيبدأ يقول لي أنتِ ممسوسة، أنتِ مسحورة، أنتِ معمول لك عمل. انا ازاي اعرف افرق ان ده دجال او مشعوذ وبين ان ده فعلا شيخ بيعالج بالقران وبالرقيه الشرعيه؟ طيب ايه اللي ممكن يقولوا او علامات تبين لهم عشان ناس كتير بتقع في الخدعه دي؟ طيب اول شيء الشخص اللي انا رايح له دوت، الراقي بيكون له سمعه، بيكون له سمعه معلوم عنه ان فلان دوت بالقران الكريم والحجامه فقط. خلاص. طيب انا
وانا رايح في احلام معينه زي ظهور التعابين، انا الاقي تعبان بيقرصني، تعبان بيهاجمني، افاعي، حيات كده. لحظه، التعبين في الحلم هجوم من الجن، مش زي الناس بيقول عدو. هجوم من الجن مش عدو. مش عدو، لا ده هو عدو من الجن مش من الانس. عدو من الجن. من الجن بيهاجمك. لكن مش سحر معمول ولا هو؟ لا، ما احنا هنا نبدا نفسر اهو. اوكي خلاص. طيب بدات تختلط بيا الاحلام ديت، وبدا اشعر ان بالفعل بدا يتكرر علي هذه الاحلام. هنا انا بقيت ما بين المس اليقين والسحر اليقين. انا بقيت حاجه من الاثنين، يا اما عندي مس يا اما عندي سحر. طيب مع الاحلام، مع الاحلام بقيت اسمع الرقيه والاقي تنميل قوي جدا في مكان معين. طيب بسمع الرقيه بجيب مثلا ايات فيها حرك مثلا، يعني ايات فيها جن، فيها نار مثلا، فيها تعذيب. ابدا بهذه الايات. انا هبدا اقول لحضرتك ازاي تشخص نفسك قبل ما تروح حد يشخص لك. الموضوع بسيط جدا. الحسد تكلمنا عنه، طب انا عايز اعرف عندي مس ولا عندي سحر. هتجيب اي رقيه من على اليوتيوب فيها ايات مثلا، ايات تذكر فيها النار مثلا والحرك والتعذيب، واسمعها. بدات احس بتنميل ووجع. خلاص؟ اوقف الايات دي واجيب ايات ثانيه فيها ايات السحر. التنميل والوجع ده زاد. ممكن حضرتك تقول اسامي ايات، اسامي يعني صور معينه فيها كده؟ لا، هي ما شاء الله دلوقتي بقت في رقيات مجهزه تسمى مثلا رقيات، مثلا رقيه الحرق والتعذيب مثلا. يعني هو يجيب الرقيه من على اليوتيوب؟ من على اليوتيوب هيسمعها. تمام. خلاص؟ ودايما اسمعها وانت مغمض عينك، خليك مركز. طيب حسيت بتنميل في رقيه الحرق والتعذيب مثلا، ليه في ايات الحرق وفي ايات التعذيب، في ايات النار وكده. وبدات احس بتنميل او بتعب. هوقف الرقيه واسمع رقيه ثانيه بايات رقيه ايات السحر. الوجع بدا يزيد، اذا انا عندي سحر. الوجع بدا يزيد. ده كده انا عرفت ان انا عندي سحر. عندي سحر. طيب انا دلوقتي سريعا عشان احنا باقي معانا دقيقه، اعرف ازاي ان الشخص اللي قدامي ده دجال او مش عاوز او راقي. تمام. انا اول ما اخش عليه، في بعض الناس يخش فيقول لي انت مش اسمك فلان وامك اسمها فلانه، اول شيء اقول له السلام عليكم وامشي. اول ما يذكر اسمك او اسم والدتك ده كده على طول. طب هو ليه بيسال كده؟ دوت معاجن، معاجن مش راقي، وبيعرف من قرين حضرتك اسمك واسم قرين والدتك، ويقول لك انت كلت امبارح ايه وشفت ده. هو مش بيعلم الغيب ده. أوكي. هو بيخترق، بيتعدى على قرين حضرتك اللي هو عارف اسرارك. تمام. تمام. ده الامر الاول. الامر الثاني، لو قال لك هات اسمك، في بعض الناس تسب بالشيخ اللي هو بيسميه شيخ، طب اديني اسمك واسم امك. قول لا شكرا، واقفل معايا. دجال. طيب حاجة من قطرك أو صورة؟ لا لا شكرا. وبعدين بالنسبة للأخوات الفضليات اللي بيروحوا، ما تروحيش إلا بمحرم، جوزك، أخوكي، أبوكي، لأن بتحصل مصايف في المواضيع دي. ده حقيقي. طيب الراقي يقرأ قرآن علنا، معلون، صوت واضح، القرآن ما يهمهمش، الصوت باين. مش يروح يجي لي حالة يقول لي والله كنت رحت للشيخ فلان وما قرأش على ده، وحط ايده على دماغه يقول حبه حاجه كده مش فاهمها، وبعد كده اللي هو الكلام ما يبقاش طلاسم، ما يبقاش طلاسم، يبقى قرآن واضح صريح بس. تمام. ما يقولكش وانت ماشي لا خدي الورقه دي حطها تحت المخده، والورقه دي احرقها، مش ممنوع. تمام. قرآن فقط. انا بشكر حضرتك جدا يا فضيله الشيخ. الحلقه انا عايزه اقول لك ان في كميه مكالمات الكنترول وقفها. بشكر حضرتك جدا، واحنا محتاجين حلقات كتير لان في اسئله كتير ما لحقناش نسالها. يا رب اكون فدتكم بحاجه، ويا رب نكون عرفنا نوصل معلومه كامله ما تكونش ناقصه. لو في اي حاجه ممكن تتواصلوا معايا على الفيسبوك، وهتلاقوا البيج على الهواء دلوقتي حالا على الشاشه. اشوفكم الحلقه الجايه، وهتوحشوني جدا في برنامجكم هي الحكايه. ايه